اهلا بكم من جديد. جولة الإياب في دوري الأبطال الآسيوي تبدأ بعد أسبوعين، الثلاثاء المقبل تحديدا، ليس القريب، ما بعده. هناك أو هنا جمع الدماء السائح، أبرز المواقف والطرائف في ما مضى. منا في اليوم الثاني لجولة الذهاب أيضا، واحد المصري جمع أفضل خمسة. في تويتر وسكاي في المرمى نسأل اليوم الجمهور السعودي كيف يقيمون مسيرة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بعد انتهاء مواجهة الذهاب. الإياب سيكون الثلاثاء، ليس المقبل، بعد المقبل. وأبرز الإجابات،
التي وصل أنوار الفيصل تقول الاتحاد بطل الأندية السعودية والهلال كويس ترتيبه، أما لعبه مشي حالك. عبد العزيز البداح يقول فاشلين خارجيا خصوصا الهلال. بندر الخالد يقول الأهلي والاتحاد ذاقوا طعم الفوز وخير من يمثلنا، الهلال لم يذق طعم الفوز في هذه البطولة بالرغم من ضعف منافسيه. أيضا عزيز يقول عادية جدا المستويات نفس ما توقعنا، الهلال متذبذب والاتحاد راح يكون بطل مؤقت، والهلال أو الأهلي يقول ما يهمني بصراحة. أذهب إلى في المرمى سكايب، مبارك الشواف يلتحق بنا الآن من أبها. مبارك أولا مبارك، أيوة أنت معنا مبارك الآن على الهواء، خلينا نسمع رأيك تعليقك. الأندية السعودية بعد جولة الذهاب في دوري الأبطال الآسيوي، تفضل. والله الأندية السعودية أما الاتحاد يعني حظوظها قوية، والاتحاد معروف في آسيا. نعم. أما الهلال تقريبا ما بيكمل، والأهلي نفس المستوى. ليش ما يكمل؟ الهلال حيلعب مبارتين على أرضه وعنده 3 نقاط في المركز الثاني. والله يعني الهلال مستوى يخوف صراحة، والأهلي نفس الحركة يعني نفس المستوى يعني. طيب. ما بيكمل الأهلي، أما الاتحاد حظوظه قوية والاتحاد معروف يعني. نعم. ولا العالمية صعبة قوية أخ فتان. طيب يا مبارك. شكرا مبارك شواف من أبها، شكرا جزيلا. قال راية. وأيضا عندنا حمود الثبيتي في تويتر يقول لا أتوقع وصول أي نادي سعودي في الأدوار المتقدمة من البطولة، الاتحاد هو الوحيد الذي يسير بخطى ثابتة، الهلال حائر وربما عقدة العالمية تطارده، الأهلي مشتت بين دوري زين وأبطال آسيا. هذا رأي ثامر الفلاح. نذهب إلى عبدالله القبلان يلتحق بنا. عبدالله مو جاهز. عبدالله من بريطانيا المفروض أنه يلتحق بنا الآن عبر سكايب. في سلطان الغامدي يقول يختصر كل تعليق، يقول لا جديد على الأندية السعودية. عبدالله العمران يقول أظن أنهم راح يتساقطون كأوراق توت للأسف. عبدالله القبلان لن يلتحق بنا. عبدالله أهلا بك. مرحبا أخوي بتال، أحب أمسي عليك الأخوة المشاهدين. هلا عبدالله. شاري أنت شعار الهلال جايبة معك من الرياض ولا شاري من لندن؟ لا والله من الرياض. طيب كيف شفت اليوم مستويات الأندية السعودية بعد نهاية جولة الذهاب؟ والله أداء الأندية السعودية متفاوت طبعا، يختلف الأداء من نادي لنادي. مثلا نلاحظ نادي الأهلي متميز في الدوري، لكن في دوري الأبطال مستوى جدا باهت. أشكرك عبد الله، تأخرت علينا في الانضمام ما بقى معنا وقت، أشكرك راح تكون إن شاء الله معنا في حلقات قادمة. عندما تشتعل أو تكون الشرارة في الميدان تكون النار في المدرجات. لقطة ختام وألقاكم. قص قص انت قص، تدخل عليه وتقص قص قص انت قص انت قص، تدخل عليه وتقص. أرجوك يا عادل قص، لا تقول عليه وتقص. أرجوك يا عادل قص، لا تقول عليه وتقص. هذا حبيب الروح، هذا حبيب الروح، وأنا أحبه ونص، أنا أحبه ونص. قص قص انت قص، ما راح أنا أعطيك يا عادل وتصاك. ما راح أنا أصدق، ما راح أنا أصدق. تخلي أي قصة، تخلي أي قصة. قص قص انت قص، انت قص.